يعني المشهد على حاله هنا وسط القطاع، الأحوال الميدانية سيئة جدا، لا سيما في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع. هذا المخيم الذي يشهد في هذه الأوقات سلسلة من الغارات والقصف المدفعي المتواصل على أطراف يعني شرقية للمخيم، وأيضا على مداخل هذا المخيم. الدبابات الإسرائيلية المتمركزة والمتوغلة من محور الطريق الواصل ما بين مخيم البريج ومنطقة مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، يعني وصلت هذه الدبابات لمنطقة موقع كتيبة 13 إلى الشرق من أو إلى الغرب من مخيم المغازي، ما يعرف بالطريق الرئيسي الشمالي. هذه الطريق الواصلة التي يعني تصل لمنطقة مستوصف المغازي، تتواجد عدد من الآليات والدبابات الإسرائيلية في محيط موقع كتيبة 13 كما هو معروف منذ ساعات الفجر الأولى، ويشهد هذا المخيم سلسلة من الغارات والقصف العنيف جدا من المدفعية الإسرائيلية التي تقوم بقصف أهداف وكذلك تجمعات سكانية، حتى وصلت هذه القذائف لمناطق يعني في منطقة الزوايدة ومنطقة المصدر وأيضا مناطق قريبة جدا من شارع صلاح الدين. عدد من الإصابات وصلت لمستشفى شهداء الأقصى منذ ساعات صباح هذا اليوم بفعل يعني القصف المتواصل من قبل المدفعية الإسرائيلية. قبل قليل كان هناك مشهد يعني عربة يجرها حيوان قامت بيعني انتشال اثنين من الشهداء من مخيم المغازي، ووصلت هذه العربة قبل قليل لمستشفى شهداء الأقصى، وأيضا عربة أخرى الآن في هذه الأوقات أيضا يعني تتجهز لنقل جثامين الشهداء كما تشاهد في هذه الأوقات. ربما الزميل الآن مصور يوضح هذه الصورة، أن العربة التي كان يجرها حيوان قبل قليل قامت بجلب اثنين من الشهداء لمستشفى شهداء الأقصى، الآن وتخرج عربة أخرى محملة بالشهداء بفعل يعني عدم وجود سيارات نقل لنقل هؤلاء الجثامين ونقل الشهداء من مستشفى شهداء الأقصى باتجاه المقابر الجماعية. هذه الجثامين ستذهب للمقبرة الجماعية في مدينة دير البلح بطبيعة الحال، حيث المقبرة الجماعية التي أقيمت وهي جديدة بفعل امتلاء المقابر الرئيسية سواء في مقبرة البلد أو حتى الأرض الزراعية التي خصصت من قبل البلدية لدفن جثامين الشهداء، لكن أعداد الشهداء كبيرة جدا. يتم دفن الجثامين من منطقة المغازي ومنطقة البريج والمصيرات في منطقة دير البلح. بطبيعة الحال الاشتباكات المسلحة مستمرة كذلك على المدخل الشمالي لمخيم المغازي، هناك وفقا للمعلومات الواردة عن تفجير عدد من الآليات والدبابات من قبل المقاومة الفلسطينية بعد وصول هذه الدبابات لمنطقة كتيبة 13 ومنطقة المستوصف وأيضا مناطق قريبة جدا من يعني مدارس الثانوية الواصلة أو في الطريق الواصلة ما بين مخيم المغازي ومخيم البريج وسط قطاع غزة. مخيم المغازي للتنويه هو يقع في الجهة الشرقية لشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، ويأوي يعني يسكنه تقريبا 40,000 نسمة، لكن مع حالة النزوح وتواجد المواطنين أصبح يعني هناك تعداد سكاني وأعداد كبيرة جدا من المواطنين، فاق 100,000 مواطن يسكن هذا المخيم. لكن مع عمليات القصف المتواصل والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي نزح أكثر من نصف سكان هذا المخيم باتجاه مدينة دير البلح وأيضا باتجاه منطقة رفح وجنوب القطاع بشكل عام. تركيز عمليات القصف في هذا المخيم في محيط سوبر ماركت عبد الرحمن وبيارة شيرين وأيضا دوار صدقي وأيضا المدخل الرئيسي الشمالي لمخيم المغازي في ظل استمرار عمليات التوغل والتقدم البري من قبل الدبابات الإسرائيلية في هذا المخيم. حالة من النزوح نشاهدها في هذه الأوقات بالحقيقة من مدينة أو من مخيم المغازي عبر الطريق الالتفافي لمنطقة المصدر باتجاه مدينة دير البلح، منهم من يصل هنا لدير البلح ومنهم من بدأ بالفعل بالنزوح باتجاه منطقة رفح عبر الطريق الساحلي شارع الرشيد. هذا المشهد متكرر على مدار اليوم وعلى مدار الساعة في ظل استمرار عمليات القصف وكذلك عمليات إطلاق النار أيضا التي تشارك بها طائرات الكواد كابتر كما هو معروف، حيث تطلق النار على كل من يتحرك داخل هذا المخيم وكذلك على الطريق الرئيسي شارع صلاح الدين. نحن الآن أمام منطقة عسكرية مغلقة،
أتحدث عن منطقة مدخل مخيم المغازي الرئيسي حتى يعني اتجاه الشمال وصولا لمدخل مخيم البريج. هذه المنطقة الواقعة ما بين هذا يعني المنطقة الجغرافية هي منطقة عسكرية مغلقة، وبالتالي يمنع وصول سيارات الإسعاف، يمنع وصول سيارات الدفاع المدني، يحظر كذلك على المواطنين الوصول لهذه المنطقة وكذلك التحرك، ويتم إطلاق النار واستهداف كل من يتحرك على هذا الشارع.